ناس بعتت لي بتقول لي يا استاذ محمد الزمالك بيعمل قرض او عمل قرض وبيستلمه ب 8 مليون دولار. 8 مليون دولار. خدت الخبر وبعته لاحد المصادر، رد عليا وضحك، سخسخ من الضحك. يا عم رد عليا قول لي في ايه، يعني انت بتضحك ليه؟ الزمالك عمل قرض ولا ما عملش؟ انت بتضحك ليه وانا يعني بقول لك نكته؟ قال لي اه والله انت بتقول نكته. قلت له طب طمني، انا يعني انا هطلع لايف بعد شويه وعايز اتكلم مع الناس. قال لي يا محمد يا مصطفى عيب لما في السن ده والخبره دي اعرفك ان الكلام ده بيضحكوا بيه على الناس، وان الكلام ده كذب مش حقيقي. انا بقول لكم الكلام اللي اتقال لي، الكلام اللي اتقال لي. قلت له طب فهمني ليه. هو فهمني وسالني اسئله هسالها لحضراتكم، تمام؟ الاسئله اللي سالهاني وانا جاوبت، انا مش هقول لكم انا جاوبت قلت له ايه، انما انا هسال حضراتكم دلوقتي سين وجيم، سين وجيم، وكلكم تردوا عليا فيسبوك ويوتيوب، كلكم تردوا عليا. الزمالك عامل قرضين، القرض الواحد معدي ال 200 مليون، يبقى الزمالك عليه 400 مليون جنيه قروض. الكلام ده الشهور اللي فاتت دي، تمام؟ تمام، دي نقطة. وعامل القروض دي بالمصري، تمام؟ ركزوا معايا والنبي قوي، ومحتاجكم تردوا عليا. هل البنوك او البنك المركزي او المسؤولين هيسمحوا للزمالك، الزمالك خلاص عامل قرضين ب 400 مليون 200 في 200، هيسمحوا للزمالك بعمل قرض ب 8 مليون دولار؟ يعني كام ال 8 مليون دولار؟ احسبوا لي كده 8 مليون، قول في 50، 5 في 8 ب 400 مليون. 8 مليون دولار يعني 400 مليون، وفي 400 مليون لسه ما اتدفعوش. هل البنك المركزي ومؤسسات الدولة هتسمح ان نادي واحد يكون عامل قروض ب 800 مليون جنيه؟ ده غير الفوائد، يعني لو فوائد مثلا 50% فالزمالك دخل في مليار و200 مليون جنيه. السؤال الاولاني اللي حضراتكم تردوا عليا واحنا هنجاوب، انا مش هقول لكم معلومه، انتم اللي هتجاوبوا، هل الدولة هتسمح بكده؟ ده اول حاجة. الحاجة التانية لما بتيجي تروح تعمل قرض او تعمل فيزا او تعمل اي حاجة، مش بيقولك لازم ضمان؟ طب ايه الضمان اللي هيخلي بنك من البنوك يدي الزمالك 8 مليون دولار؟ ايه الضمانات لكده؟ هتقولي الاشتراكات، الاشتراكات السنوية للزمالك في السنة مش عارف 50 ولا 60 مليون، 50 60 مليون، يعني الاشتراكات السنوية ما تغطيش. طب بلاش كده، هو انا لما اعمل قرض بالدولار هسدده بالدولار ولا بالمصري؟ سؤال، انا لما اعمل قرض عملته بالدولار هسدده دولار ولا مصري؟ دولار. طب هتجيب 8 مليون دولار منين عشان يعني تسد ال 8 مليون دولار بتوع القرض؟ هل الزمالك بيخش له عمله صعبه؟ لا، هما مصدرين للعمله الصعبه، يا تبيع لعيب لنادي خارجي يا اما بطوله افريقيا. طب بطولة افريقيا مضمونة؟ لا. يبقى الزمالك هيدفع القرض الدولاري 8 مليون دولار، هيدفعه منين؟ هيدفعه منين؟ لم ولن اطلع هنا اتاجر بيكم، اتاجر بيكم، مش هتاجر بيكم. معلومتي لا في قرض اتعمل ولا الزمالك يقدر يعمل قروض دلوقتي غير القرضين اللي هو عاملهم،
200 و200 تعمل كارد ب 400 مليون جنيه وتدفعه بالدولار؟ ازاي؟ ازاي؟ انت فاهمني؟ الاهلي عمله. طب ليه الاهلي عمله؟ طب ليه الاهلي توافقوا على كارد عشان يكمل بنى الفرع الخامس بتاعه؟ ليه الاهلي عمله؟ الاهلي عمله من البنك الراعي بتاعه اللي هو بنك ابو ظبي الاول. ده الراعي بتاع الاهلي. البنك وافق على الكارد بتاع الاهلي بضمان انه هو راعي النادي الاهلي. وفي عقود ما بينهم وفي حكايات ما بينهم. الناس اللي بتكتب لي يعني نبيع زيزو، طب وهيبقى عندك مين الموسم الجاي تبني عليه؟ دي نقطة. النقطة التانية، أنت زيزو عشان تبيعه خلاص، زيزو في يناير يمضي لأي حد فري. فلو زيزو كان جايب 8 مليون دولار مثلا في يناير، هيجيب لك 3 2 4 2 ونص 3 ونص، مش هيكمل ال 8 مليون دولار. ده 8 مليون دولار ده ندفع غرامة خالد بوطيب وباتشيكو وراح اشتري ميسي وممكن كمان يدوني عليه رونالدو هدية. فيا جماعة يعني محدش يعني قبل ما تبعت لي تسألني، عندك دماغك وعندك ثقافتك وعندك عقلك، هتسدد دولارات ال 8 مليون دولار منين؟